الاستاذه مونيا اسعادي مختصه في التغذيه والحميه. صباح الخير لالا. صباح النور اخت شيان، اش اخبارك؟ صباح الحمد لله. الحمد لله. وكنتكلموا دائما على الصحه ديالنا، كنتكلموا على شنو كنستهلكوا وشنو شي حويجات ما كنردوش ليهم البال، يمكن يوقع فيهم تراكمات على واحد المده اللي هي كبيره ويجيبوا لنا امراض اللي ما نكونوش ضاربين ليها حساب. استاذه مونيا، الميكرووند او الميكروويف، يعني هاد الآلة ولا هاد الجهاز اللي غزا البيوت والأسر المغربية، ما هو إلا جهاز أو آلة اللي ممكن تضرنا وتضر الصحة ديالنا، خصوصا في تفاعلها مع البلاستيك أو بعض الأواني البلاستيكية. نعم، فهاد الحصه ان شاء الله غادي نتكلموا على موضوع الميكرووند اللي الاسم ديالو الاصلي هو لاكويزينيير رادار. يعني من هاد لاكويزينيير غادي نسمعوا رادار، غادي نعرفوا يعني مناش غادي يجينا المشكل وكيفاش غادي تاثر على الصحه ديالنا. معروف حاليا اننا نقدر كنخرجوا من الخدمه معطلين ولا ما عندناش الوقت نطيبوا ولا الخاطر. يعني الحل اللي كيبان هو ان الميكرووند كي غنجبدوا الاغذيه ديالنا اللي كاينه في الثلاجه اللي وجدناها من شحال وغادي نديروها في الميكرووند ديكونجلا دقيقة ولا جوج، ها هي موجودة. نعرفوا أولا كيفاش هذا الميكرووند كيخدم، عاد نشرحوا الأخطار ديالو. مرحبا. الميكرووند كيخدم بواسطة واحد الآلة سميتها مانيترون، اللي هو عبارة على مولد ديال الموجات الكهرومغناطيسية. الكهرومغناطيسية اللي هاد الموجات كتنتشر وكتدخل داك الغداء اللي بغينا نسكنو، كتأثر على جزيئات ديال الماء وعناصر أخرى مكونة لداك الغداء. يعني هنا كيبدا المشكل. نبداو نشيرو من الأخطار الاستعمال ديال الميكرووند. مع الأسف فاش كنديرو الأكل ديالنا كيسخن في الميكرووند كنلاحظو بعض المرات بأن ماشي كلشي كيسخن. كاينين واحد الأجزاء كيكونوا سخان وبعض أجزاء أخرى كتكون مازال باردة، بحال متلجين ولا بحال باردين، ولكن قابلين للتفكيك يعني، ولكن كتلقاي فيها البرودة والتلج شوية. البرودة والتلج قابلة للتفكيك. هاد الأجزاء الباردة كتقدر تؤدي إلى تكون بكتيريا بحال السالمونيل، واللي هاد السالمونيل كتسبب لنا في تسممات غذائيه. يعني ديما كنعاودوا هاد القضيه نقدروا نطيحوا في تسممات غذائيه. ايضا هالميكرووند كيؤدي الى تدمير اغلبيه المكونات الغذائيه بواسطه دوك الموجات اللي قلنا، ويعني استهلاك من السعرات الحراريه اللي نقدروا نسميوها دي كالوري فيت، يعني الجسم ديالنا ما غاديش يستفد منها. وهناك ايضا دراسات اللي بينات ان داك الليمون اللي كنديروا في الميكرووند كيفقد من 60 حتى 90% من الطاقه الحيويه ديالو، يعني ما كنستافدوش تقريبا بتاتا من داك الاكل اللي رحنا كناكلوه زعما مسخن من الميكرووند. والمشكل ان كاينين دي مامون اللي كيديروا لي بيبرون ديال لولي كيسخنوهم الميكرووند الاطفال ديالهم، وحتى يعني حتى ديك الكرتونه ديال الحليب حتى هي كتدخل حتى هي كديكونجا ولا كتسخن تما. فبعض الاواني البلاستيكيه استاذه مونيا اللي كتعطي الاشاره بانها ممكن تسخن في الميكرووند، ولكن اظن على ان هذه مساله خطيره على ما اظن. بحال مثلا مشكل الحليب، فيه واحد الماده كتسمى البرولين اللي كتحول الى الديبرولين وكترجع سامة بالنسبة للجهاز العصبي. يعني خصنا نتفاداو بتاتا أن ندخلو لي بيبغون ديال لي بيبي ديالنا يتسخنو في الميكرووند. أيضا كتأثر الميكرووند كيأثر على المواد الغذائية بحيث كيسبب اضطرابات في الجهاز العصبي. واستعمال الميكرووند ما كيأثرش فقط على الأغذية بشكل مباشر بل أيضا على جسم الإنسان. بحيث أن نسبة القدرة ديال الجسم على استعمال الفيتامين دي استعمال الفيتامينات خاصة مجموعة بي كتنخفض في الجسم. يعني الجسم ما كيبقاش يقدر على امتصاص هاد الفيتامينات مجموعة بي. أيضا كيخفض من نسبة الهيموغلوبين في الدم، وكيخفض من الكوليسترول الجيد اللي هو الاش دي ال، ومع الأسف كترتفع عندنا نسبة الكوليسترول السيء اللي هو ال دي ال. نعم. طيب مونيا، لنفرض يعني عندنا هاد الميكروويف او الميكرووند في الدار وغنستعملوه، شنو هو الطريقه الصحيحه والسليمه في الاستعمال ديالو؟
اولا نحاولوا نتفاداو نستعملوا البلاستيك اللي قلنا فيه ماده البيسفينول ا. هذه واحد. علاش؟ لان درجه الحراره كتكون مرتفعه، يعني الافراز المفرط ديال هذه الماده كيدخل الاغذيه ديالنا. من الاحسن اننا نبتعدوا ايضا على نستعملوا ورق الالومنيوم داخل الميكروهوند باش نقلل الخطوره ديالو. الا بغينا نستعملوا داك الميكروهوند من الاحسن نستعملوا اواني زجاجيه. يعني الزاج هو اللي هو مزيان نستعملوا في الميكروهوند، ولا نحاولوا نقلبوا على بلاستيك اللي ما فيهش ماده البيسفينول ا. نعم، هذوك لي زوند اللي كيكونوا يعني اللي كيسخنوا يعني الاكل فيهم خطوره كذلك، عندهم شي تاثير على الاغذيه؟ اكيد، حيت راه قلنا دوك التسخين، يعني حتى في التسخين يعني. نعم، حيت دوك لي زوند عندهم دوك موجات مرتفعين جدا. يعني كي داك الليمون كيأثر عليه دغيا. احنا قلنا بان القيمه الغذائيه ديالو كتنقص، وكيفقد من 60 حتى 90% من الطاقه الحيويه. يعني ما كنبقاوش نستافدوا من داك الغذاء 100% كما هو. ومن الاحسن، يعني نصيحه، من الاحسن اننا نستعملوا البوطاره كيكون النار ديالها خفيفه ونسخنوا فيها. طيب، شكرا لك مونيا اسعادي، مختصه في التغذيه والحميه بمدينه ميدل، تخليناك على خير.